وفد إسرائيلي يلغي زيارته إلى البحرين إثر مخاوف أمنية. السيسي يلتقي حفتر في القاهرة، والحكومة الليبية تحذر من استمرار الهجوم ضد طرابلس. ووزير الخارجية الأمريكي يصل إلى ليما في إطار جولة في أمريكا اللاتينية تسعى لزيادة الضغط على مادورو. الخامسة بتوقيت القدس، أنتم مع أخبار الساعة، أهلا بكم. ألغى وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين مشاركته في مؤتمر أعمال في البحرين إثر مخاوف أمنية بحسب مصادر. واعتزم الوفد حضور مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال في 15 من نيسان أبريل. وقال رئيس الشبكة في بيان أن الوفد الإسرائيلي ألغى مشاركته في المؤتمر هذا الصباح على الرغم من إبلاغهم أن الوفد سيكون محل ترحاب. ويأتي إلغاء الزيارة بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانا رافضا للزيارة، أدى لاندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد الزيارة. من المزمع أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غدا بمحادثات تشكيل الحكومة المقبلة مع كافة الأحزاب داخل الكنيسة الإسرائيلي، وسيكلف على الأرجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتركيب الحكومة بعد أن حصل حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في الانتخابات على 36 مقعدا، وحصل حزب كحول لافان بزعامة بيني غانتس على 35 مقعدا، ما يعزز إذن حظوظ نتنياهو في التوصل إلى تفاهمات مع عديد من الأحزاب اليمينية لتركيب الحكومة المقبلة. أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد شتية اليمين القانوني أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، ولم يطرأ تغيير كبير على المناصب الوزارية الرئيسية في الحكومة الجديدة. وقال محللون سياسيون أن تغيير الحكومة يهدف إلى زيادة عزل حركة حماس التي تحكم قطاع غزة في ظل الانقسام الفلسطيني. في مرحلة وصفها البعض بأنها الأصعب منذ مجيء السلطة، أدت الحكومة الفلسطينية 18 وبرئاسة محمد شتية اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسط تحديات جمة تمر بها القضية الفلسطينية، والتي أبرزها الأزمة المالية الخانقة التي تلحق بالسلطة الفلسطينية بعد رفضها استلام أموال المقاصة كاملة من إسرائيل، فضلا عن التحديات السياسية التي يمر بها الوضع الفلسطيني والتي تتمثل في صفقة القرن الأمريكية التي رفضها الفلسطينيون. هذا ينذر بشلل للحكومة، وأن التحديات الكبيرة التي تواجهها ربما لا تستطيع هذه الحكومة أن تقلع بالشكل الإيجابي أو المأمول بالنسبة للفلسطينيين. حركة حماس من جهتها اعتبرت أن الحكومة الجديدة ما هي إلا تعزيز للانقسام الفلسطيني ومساهمة في فصل غزة عن الضفة، إلا أن السلطة الفلسطينية ترى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية والتي تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة تخدم مصالح حركة حماس في قطاع غزة، في الوقت الذي اعتبرت فيه السلطة أيضا أن انتخابات الكنيسة تعتبر المسمار الأخير في نعش عملية السلام. إلى ذلك عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك لوضع آليات تتعلق بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يخص العلاقة مع إسرائيل. أعضاء اللجنة التنفيذية سيؤكدون على قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني في إعادة النظر بالعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن الانتخابات الإسرائيلية جابت باليمين واليمين المتشدد هذه المرة، ومنحت نتنياهو مزيد من القوة في مواجهة الفلسطينيين. الجبهتان الشعبية والديمقراطية رفضتا المشاركة في الحكومة الجديدة والتي انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير، في ظل غياب كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال رئيس الفلسطيني محمود عباس إنه ما لم تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة التزاماتهما بالشرعية الدولية فلن يلتزم الفلسطينيون أيضا، مؤكدا رفض الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط منذ البداية لأنها تستثني القدس من الدولة الفلسطينية. أتت أقوال عباس في ظل إفادة مصادر مطلعة أن البيت الأبيض سينشر تفاصيل صفقة القرن بحلول نهاية الشهر الجاري. سياستنا في بلدنا أن لا نقبل الاحتلال وأن نحارب الاحتلال بكل الأساليب المتاحة الشرعية، يعني في الأمم المتحدة، في المؤسسات الدولية، في المقاومة الشعبية السلمية. نحن سنحارب الاحتلال بهذه الوسائل وبالقانون. وإلى شأن آخر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه سيبلغ وزراء خارجية كل الدول بعواقب تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وعربت بعض الفصائل الشيعية العراقية رفضها قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وأعلنت الفصائل تضامنها مع الشعب الإيراني والحرس الثوري الذي قالت إنه ساعد في إنقاذ بعض الدول من السقوط في أيدي تنظيم داعش. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وردت إيران بخطوة مماثلة. وفي سياق ذي صلة، قال وزير النفط الإيراني إن الضغوط الأمريكية على إيران وفنزويلا والتوترات أيضا في ليبيا أدت إلى هشاشة سوق النفط العالمية. أعلنت كل من السعودية والإمارات تأييدهما للإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأعربت الرياض عن عزمها تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان. وفي وقت سابق أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تشكيل مجلس يضم 10 أعضاء وسط استمرار الاحتجاجات والمطالب الدولية لنقل السلطة إلى حكومة مدنية. فور إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أسماء أعضائه، بشر بإلغاء عدد من القوانين المقيدة للحريات والسماح للإعلام مزاولة أعماله دون قيود. سبقه اجتماع تشاوري مع كافة القوى السياسية في السودان، إلى جانب إجراءات أخرى بعد إنهائه حكم الرئيس عمر البشير الذي استمر ل3 عقود. الفريق أول رك عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيساً بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019. وجاء إعلان الإجراءات الجديدة بعد تولي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف عن ذلك المنصب، وألغى البرهان فور تسلمه رئاسة المجلس حظر التجوال الليلي، وأطلق سراح جميع المحتجزين من المظاهرات الأخيرة إبان حكم البشير. إلغاء حالة حظر التجوال، إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية. البرهان أكد في خطاب توليه المجلس العسكري أن المجلس سيعمل على تمثيل سيادة الدولة وسيسلم الحكم إلى حكومة مدنية تشكل من قبل الشعب بعد فترة انتقالية لمدة 2 بحد أقصى، يهيأ خلالها المناخ السياسي في البلاد لبناء الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تفضي للانتقال السلمي للسلطة. فترة انتقالية مدتها 2 كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب. انتهت حقبة وبدأت أخرى في السودان، فيما ظل الجيش فيها صاحب القول الفصل فيما مضى وفيما ستقدم البلاد عليه. أرحب الآن بضيفي من باريس السيد محمد آدم الناشط السياسي السوداني. مساء الخير لك سيد محمد. يعني استمعنا إلى موقف بعض الدول الخليجية المرحبة بقرار تشكيل مجلس انتقالي مكون من 10 أعضاء وسط مطالب دولية يعني بمجلس انتقالي مدني وليس عسكري، ماذا يقول ذلك عن موقف بعض الدول الخليجية تجاه ما يحدث في السودان؟
نعم مساء الخير وشكرا على الاستضافة. هذا البيان الذي تلاه هذا الابن عوف تم رفضه جملة وتفصيل من قبل المتظاهرين الآن في ميدان الاعتصام. نعم حقيقة أسقطنا رأس النظام عمر البشير، لكن ما زال البلاد في قبضة البقايا فلول النظام السابق. الآن المعتصمين عادوا إلى الميدان بأكثر كثافة مما كان عليه في السابق، فالآن يجب على المتظاهرين مواصلة نضالاتهم لاكتمال أهداف الثورة ونقل السلطة من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة المدنية. الموقف القليجي الآن نحن لا نمثله بأي صلة، هذا شأن داخلي، ثورة شعبية داخلية. نحن الشعب السوداني قادرين على نشل الدولة من الحاجات الاهتمامات القديمة التي انطلقت الآن، هي التي قادر أن ترسم مستقبل السودان الجديد. نحن لا يهمنا ما يدور خارج السودان، نحن نريد دولة مدنية يحكم عبر القانون. نعم. وعبر الدستور، والمنتفضين الآن سيد محمد لهم الكلمة العليا. سيد محمد القائم بأعمال السفارة الأمريكية يلتقي نائب المجلس الانتقالي العسكري، هل هذه بوادر تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية للسودان؟ نحن نرفض أي تدخل خارجي للسودان، والكلمة الآن للمنتفضين للمعتصمين أمام القيادة الآن، القيادة الآن لقوات الشعب المسلحة. التحية لهذا الشعب الذي رسم واقع جديد للسودان. طالما استطعنا أن نسقط البشير الذي حكم لثلاثين سنة، قادرين على أن ننقذ السودان مما كان عليه في الثلاثين سنة الماضية. نحن لا تهمنا اللقاءات من هنا ومن هناك، نحن لدينا هدف واضح ونبيل، هو إسقاط الدولة العميقة وبناء السودان الجديد، السودان الديمقراطي، الدولة المدنية التي تستوعب كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي. السيد محمد آدم الناشط السياسي السوداني، شكرا لك، كنت معي عبر الخط الهاتفي من باريس. وإلى شأن آخر، أطلقت الشرطة الجزائرية سراح عشرة ناشطين بعد ساعات على توقيفهم لدى محاولتهم التظاهر تنديدا بقمع مسيرة يوم الجمعة على حد تعبيرهم، ووفق ما أكدته جمعية تجمع شباب الجزائر. وأعربت منظمات من المجتمع المدني الجزائري عن قلقها إزاء تشدد الشرطة ضد المتظاهرين بعد ساعات على انتهاء التجمعات والتظاهرات يوم الجمعة الماضي. قال متحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في القاهرة، مشيرا إلى أن السيسي وحفتر بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى عن الاجتماع. وتشن القوات بقيادة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 120 شخصا قد قتلوا وجرح المئات منذ بدء هجوم قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس. وقال رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح إن قوات حفتر ستواصل زحفها نحو طرابلس رغم الدعوات الدولية لوقف الهجوم. ماركات الملابس العالمية والعلامات التجارية اللامعة بعيدة عن متناول يد كثير من المصريين، لكن متجر يوفر هذه المنتجات بأسعار معقولة افتتح في إحدى المناطق الفقيرة بالقاهرة. متجر كيلو ستوك يبيع الملابس بالكيلوغرامات، ما يجعل سعرها رخيصا نسبيا مقارنة بأسعارها في المتاجر الخاصة بتلك العلامات التجارية نفسها. حاجة مستعملة وتلاقيها سعرها مقارب الجديد، غير لما بتجيب حاجة ماركة وتلاقيها جديدة وسعرها يبقى منخفض عن سعر ان هي بتشتريها من محل. يعني انت مثلا بتجيبها ب 80 جنيه وماركه وحاجه يعني ليكرا وبرند عالي، وغير لما تروح تجيبها من محل بنفس الخامه او اقل كمان ممكن تلاقيها مصري وما تلاقيش نفس الخامه وتجيبها بسعر دبل. يوضح صاحب المتجر ان عمليه وزن الملابس وتسعيرها تختلف من موسم لاخر. فعلى سبيل المثال يباع كيلوغرام الملابس خلال الشتاء بسعر أقل لأن ثقل الملابس الشتوية أمر طبيعي. أنا أول ما نزلت كنت سمعت عن موضوع اللي هو الملابس بكيلو ده، حبيت أنزل أشوف ده إيه وأسعاره إيه. نزلت لقيت أسعار حلوة جدا وكلها برندات تمام، ولقيت أسعار يعني أنا ما كنتش متخيلها. ممكن أجيب حاجة بسعر مثلا من بره ب 500-600، هنا لقيتها ب 30-40 جنيه.
تلتزم مصر إصلاحات بموجب اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. هذا ويعاني المصريون جراء إجراءات تقشف تفرضها الحكومة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. نعتذر عن هذا الخطأ التقني، كنا يعني مع تقرير حول العالم من القاهرة، لكن مستمرون في التغطية الإخبارية. وإلى موضوع آخر، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ليما، وهي المحطة الثالثة من جولته في أمريكا اللاتينية الهادفة إلى تعزيز الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي. من جهة أخرى، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين أن بلاده والعديد من الدول الأخرى على رأسها فرنسا تسعى لإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم اقتصاد فنزويلا. وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو يزور ليما عاصمة البيرو بعد زيارة إلى تشيلي والبرغواي في إطار جولة لعدة دول بأمريكا الجنوبية لحشد الضغط اللاتيني على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي، حيث أجرى بومبيو مباحثات مع رئيس بيرو مارتين فيسكارا ووزير خارجيته نيستور بوبوليزيو، مشيدا بسلطات بيرو لاستقبالها مئات الآلاف من النازحين الفنزويليين الذين فروا من الأزمة في بلادهم، وبجهود التي يبذلها الرئيس فيسكارا في مكافحة الفساد الذي نخر أنظمة أسلافه الأربعة. إن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالهجرة متسقة، لدينا في كل حالة نفس الهدف تماما. هدفنا هو السماح للأشخاص بالبقاء في بلدانهم الأصلية. هذه هي رغبة الرئيس ترامب. نريد تهيئة الظروف في هذه البلدان حيث يمكنهم البقاء في بلدهم ولا يحتاجون إلى الهجرة إلى مكان آخر. ومن فنزويلا نأمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا بسرعة وفي الوقت المناسب حتى يعود هؤلاء الأفراد إلى بلدهم الأم. كما سيزور بومبيو مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، حيث سيلتقي لاجئين فنزويليين حاولوا في 23 من شباط كسر الحظر الحكومي وإدخال أطنان من المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا. من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين أن الولايات المتحدة ودول أخرى بينها فرنسا تسعى لإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحا للسلطات المقبلة في فنزويلا بهدف إنعاش التجارة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة. وخلافا للولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، فقد شاركت في الاجتماع دول لم تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا مثل إيطاليا والمكسيك. أرحب الآن بضيفي عبر خدمة سكايب السيد إحسان الديك الخبير في الشأن الأمريكي، تنضم إلي من رام الله. سيد إحسان، ما هي حظوظ بومبيو في إقناع هذه الدول دعم الولايات المتحدة في مسعاها ضد الرئيس الفنزويلي إثر التصريحات الرئيسة التشيلية التي تقول بكل وضوح وتندد بالتدخل العسكري في فنزويلا؟ بالتأكيد هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكية هي بالأساس للدول التي تتناغم وتتوافق مع الموقف الأمريكي، وبالمجمل كل الدول في أمريكا اللاتينية باستثناء الإكوادور وكوبا ونيكاراغوا هي التي لا تتفق مع الموقف الأمريكي. أرى أن الموقف الأمريكي هذا المعلن يأتي في إطار حشد الجهود والدعم من أجل الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو للخضوع لإرادة الشعب وتسليم السلطة للرئيس الذي انتخبه البرلمان الفنزويلي. نعم. في ظل أزمة خانقة تعيشها البلاد، لا دواء لا أغذية، معدل التضخم وصل ما يزيد عن 1,000,000%، والتطور اللافت اليوم أن مادورو يريد أن يضيف عدد كبير من الميليشيات، ما يقارب 1,000,000 شخص للميليشيات التابعة له شخصيا، وكأنه يحس أن هناك بعض التخلخل داخل المؤسسة العسكرية والجيش الفنزويلي الداعم له. طيب، يريد أن يستبق الأحداث ليوصل سيد هذا العدد. نعم. في نهاية هذا العام إلى 3 مليون. سيد حسين، نبقى مع الشأن الاقتصادي الفنزويلي، يعني كيف تفسر هذه المفارقة؟ من جهة الولايات المتحدة تعلن عن إنشاء صندوق مالي لدعم اقتصاد فنزويلا، ومن جهة أخرى تفرض عقوبات على قطاعات النفط وعلى شرك تنشط في قطاع النفط الحكومي الفنزويلي.
نعم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن فرضتها على النظام الرئيس نيكولاس مادورو وعلى المؤسسات التابعة له وتدعو إلى انتقال سلمي للسلطة وهي تقف بجانب المعارضة وقد أرسلت الكثير من المساعدات الإنسانية والغذائية ولكن عمل نظام مادورو على إحراقها ومنع إدخالها من كولومبيا والبرازيل إلى الشعب الفنزويلي. هنا مفارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تساعد الشعب الفنزويلي ولكنها تفرض العقوبات على النظام السلطوي المتمترس في السلطة الممثل بالرئيس نيكولاس مادورو. نعم طيب سيد إحسان هل نتوقع موقف مغاير للكونغرس الأمريكي قريبا أم أن هنالك توافق جمهوري ديمقراطي بشأن الخطوات الأمريكية تجاه فنزويلا؟ نعم في الشأن الفنزويلي أرى أن هناك توافقا وتناغما ما بين البيت الأبيض وما بين الكونغرس في هذا الشأن على دعم كافة الخطوات وأرى أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة هي تضغط بشأن الحل السياسي والدبلوماسي وإدخال المساعدات الغذائية لأن هناك الملايين من الشعب الفنزويلي هم ضد الرئيس مادورو ويريدون انتقال سلمي للسلطة وتسليم السلطة. نعم طيب سيد حسين يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة في فنزويلا قريبا يعني في ظل تمسك الرئيس الفنزويلي بالسلطة؟ نعم أنا أرى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ستؤدي في النهاية إلى أن ينحاز طرف كبير من الجيش الفنزويلي إلى الشعب والمعارضة الفنزويلية مما يؤدي إلى تصدع قوة الرئيس نيكولاس مادورو وتكون القوة لإخوان غوايدو المنتخب من قبل البرلمان والجمعية الوطنية. أضف إلى ذلك أن دعم المعارضة الفنزويلية وهذه الملايين التي تخرج يوميا في الشوارع سيؤدي إلى الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو وعلى المؤسسة العسكرية ما تبقى منها الداعم له للانتقال إلى حل سياسي مستقبلي بالإضافة إلى الموقف الداعم للمعارضة الفنزويلية من قبل منظمة الدول الأمريكية والدول المجاورة لفنزويلا ككولومبيا والبرازيل. نعم. شكرا لك السيد حسين الديك الخبير في الشأن الأمريكي كنت معي عبر خدمة سكايب من رام الله. أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقترب من تسوية المسائل الأخيرة وأعرب في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي عن أمله في عقد جولة محادثات جديدة بين البلدين في وقت قريب وذلك بعد أن أكد عدم تحديد موعد نهائي لجولة المحادثات التجارية القادمة بين الولايات المتحدة والصين. من جهة أخرى تستأنف الولايات المتحدة واليابان غدا المفاوضات التجارية بينهما. أصيب 4 أشخاص بجراح نصفهم في حالة حرجة إثر إطلاق نار وقع فجر اليوم في ملهى ليلي في مدينة عذران مالبورن غرب أستراليا وذلك وفقا لبيان الشرطة وكانت الشرطة قالت في حصيلة أولى إن إطلاق النار أوقع العديد من الضحايا. علينا أن نجمع كل القطع معا. يبدو أن شخصا أصيب هنا وفر إلى شارع تشابل. لا نعرف ما إذا كان هذا أحد الأشخاص الأربعة أو يحتمل أن يكون هناك شخص آخر قد أصيب. ومن الواضح أنه إذا كان هناك شخص آخر قد أصيب ولم يحصل على مساعدة طبية فنحن بحاجة إلى التحدث إليهم بسرعة كبيرة. وختاما مع القاهرة حيث افتتح متجر في إحدى المناطق الفقيرة يوفر احتياجات المستهلكين من الملابس في ظل ابتعاد عدد من الماركات العالمية اللامعة عن متناول يد المصريين. ماركات الملابس العالمية والعلامات التجارية اللامعة بعيدة عن متناول يد كثير من المصريين لكن متجر يوفر هذه المنتجات بأسعار معقولة افتتح في إحدى المناطق الفقيرة بالقاهرة. متجر كيلوستوك يبيع الملابس بالكيلوغرامات ما يجعل سعرها رخيصا نسبيا مقارنة بأسعارها في المتاجر الخاصة بتلك العلامات التجارية نفسها. حاجة مستعملة وتلاقيها سعرها مقارب الجديد غير لما بتجيب حاجة ماركة وتلاقيها جديدة وسعرها يبقى منخفض عن سعر ان هي بتشتريها من محل. يعني انت مثلا بتجيبها ب80 جنيه وماركة وحاجة يعني ليكرا وبرند عالي وغير لما تروح تجيبها من محل بنفس الخامة وأقل كمان ممكن تلاقيها مصري وما تلاقيش نفس الخامة وتجيبها بسعر دبل.
يوضح صاحب المتجر أن عملية وزن الملابس وتسعيرها تختلف من موسم لآخر، فعلى سبيل المثال يباع كيلوغرام الملابس خلال الشتاء بسعر أقل لأن ثقل الملابس الشتوية أمر طبيعي. أنا أول ما نزلت كنت سمعت عن موضوع اللي هو الملابس بكيلو ده، حبيت أنزل أشوف ده إيه وأسعاره إيه، نزلت لقيت أسعار حلوة جدا وكلها برندات تمام، ولقيت أسعار يعني أنا ما كنتش متخيلها، ممكن أجيب حاجة بسعر مثلا من بره ب 500-600 هنا لقيتها ب 30-40 جنيه. تلتزم مصر إصلاحات بموجب اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. هذا ويعاني المصريون جراء إجراءات تقشف تفرضها الحكومة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومع القاهرة نصل إلى ختام النشرة الإخبارية من I24 News، لكن التغطية مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وموقع I24News.tv بالعربية. نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي عند رأس الساعة مع آخر التطورات. كنا معكم من ميناء إيفا، إلى اللقاء.